فرحة أهالي تكريت بطرد متطرفي داعش من مدينتهم تحولت إلى صدمة بعد أن كررت ميليشيات الحشد الشعبي انتهاكاتها التي سجلت في مناطق أخرى طرد منها تنظيم داعش سابقا، انتهاكات شملت عمليات سلب ونهب وإحراق لمنازل ومحال تجارية دفعت بمسؤولية المحافظة إلى الاحتجاج بأشكال جديدة. رئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم أعلن توقف الحكومة المحلية والمحافظ عن ممارسة مهامهم الوظيفية في المحافظة حتى انسحاب ميليشيات الحشد الشعبي من مدينة تكريت ومناطقها المحيطة. تم احراق كثير من المنازل ومن معارض السيارات والمحلات التجاريه، وتم الاتصال بدوله رئيس الوزراء لكن دون استجابه. حقيقه يتصل بنا عده مرات لكن دون عدم استطاعه القطاعات الامنيه منعهم وايقافهم عن ذلك بكل تاكيد، مما اضطرينا حقيقه الى الانسحاب من تكريت كحكومه محليه انا والاخ المحافظ لحين الا في حاله استجابه واخراج جميع القطاعات المتواجده ان تبقى القطاعات بيد الشرطه صلاح الدين. الكريم اضاف ان هذه الاشتباكات ادت الى تبادل اطلاق النار مع افراد حمايه المحافظ رائد الجبوري. رئيس الحكومة حيدر العبادي أصدر من جانبه أوامر مشددة للقادة الأمنيين بوقف عمليات النهب والتجاوزات التي تمارسها مجموعات وصفها بالعصابات المسلحة في مدينة تكريت، مطالبا بتوقيف مرتكبيها. أوامر العبادي جاءت بعد أمرين سابقين خلال انطلاق العمليات العسكرية في صلاح الدين في ظل تقارير محلية ودولية حول انتهاكات ضد المدنيين وممتلكاتهم في بعض مناطق صلاح الدين، لكنها لم تلقى آذانا صاغية من عناصر الحشد الشعبي هناك. جاسم محسن، العربية،